فيديو فاضح لشاب متحرش انتشر بشكل لافت عبر منصات التواصل الاجتماعي، فلم تبقى صفحة أو موقع محلي إلا وقد أعاد نشر مقطع الفيديو المتداول الذي أقل ما يمكن اعتباره أو وصفه بالمعيب وغير اللائق. اللقطات المتداولة وثقتها فتاة شابة بعدسة هاتفها المحمول لحظة ركوبها إحدى حافلات النقل، وما أن جلست الفتاة كحال باقي الركاب في مقعدها وإذا بنظرها يقع على الشاب المتحرش وهو يقوم ببعض الإيحاءات والحركات اللا أخلاقية محاولا من خلالها التحرش بتلك الفتاة دون أن ينتبه أن الفتاة تقوم بتصويره لأجل فضحه أمام الرأي العام. طبعا احتراما للذوق العام وتحفظا على ما جاء في مقطع الفيديو من فعل غير أخلاقي، سوف لن نعرض الفيديو بالتأكيد، لكن نكتفي ببعض اللقطات وبعض الصور المتداولة من داخل مقطع الفيديو طبعا. وما حصل في بغداد في منطقة الكرادة تحديدا، وقعت حادثة التحرش تلك. الشاب المسيء استمر بفعلته محاولا التحرش والإساءة للشابة التي كانت معه في الحافلة نفسها، فيما طالب المدونون وشخصيات إعلامية أيضا طالبوا الجهات الحكومية والمسؤولة بسجن الشاب ومعاقبته، رافعين هاشتاج أوقفوا متحرش الكرادة ليكون عبرة لغيره من المتحرشين. وأول تعليق معنا مع أم علوش التي قالت في تعليقها عن ما قام به ذلك الشاب من فعل لم يلقى استحسانا من قبل الكثيرين بالتأكيد. التعليق الأول سيظهر الآن على الشاشة معكم، هنا أم علوش تقول بطل وعاشت إيدش حتى يبطل يسويها ويتحارش مع بنات غيرش، وعلى كل بنية تتصرف بهاي القوة والشجاعة لا تسكتون أبد. نفس الموقف مريت به بالضبط وكنت طفلة عمري 12 سنة، بس للأسف بوقتها ما كان أقدر أحكي، حسبنا الله ونعم الوكيل، هاشتاج أوقفوا متحرش الكرادة. تعليق من نور عبد تقول أني لو بمكانها وحسيت هيك دا يسوي أخلي الكوستر يوقف يم أي سيطرة وأفضحه وياكل شلاق وراجدي وهم أصوره وأخليه عبرة لكل من أراد أي يعتبر، هاشتاج أوقفوا متحرش الكرادة. تعليق ومداخلة من غانم سفيان يقول ما شاء الله اتطور التحرش بالعراق، وأني أقوى حرشة تحرشتها بحياتي هي بلا زحمة بيش الساعة، ثم يضحك. بس يا أخوان التمسوا له العذر، احتمال شان مو بوعية أو شارب أو مكبسل، كل شيء جائز. تعليق آخر من زهور، هسا يجي واحد يقول طبعا يسوي هيك إذا هي لابسة كذا وكذا وهو أصلا ما شافها، احتمال منقبة أو لابسة عضاية، يعني حتى إذا لبسها مو تمام تصرفه صحيح؟ أكيد لا، فليش تبررون للمتحرش وللقاتل والمغتصب؟ كافي، إيش وقت تنقرون الخاطر الله؟